السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ كلشي بخير، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيت البنات نوريكم لكم طريقه باش نبدلوا الخيوط في الماكينه ديال السورجي. المهم هذه الطريقه البنات، كيكونوا دابا مركبين عندنا هنا البوي، غادي نديروا الكحل. صافي، هانتوما الطريقه البنات باش كتخدميها، اسهل طريقه باش ما يتقطع لك لا الخيط لا والو. انت كتحيدي هذا من هذا فاش كيتحط، وغادي نحطوا الكحل. غادي نحزموا البنات الخيوط، غادي نحزموا هذا الخيط هكا، هانتوما غنحزموا حزيمه رقيقه. شوفي معايا، قربي شويه ليلى، هانتي غادي نحزموا هكا حزيمه رقيقه البنات. بلاتي غنحيد هذه دابا حيت جاتني غليظه هكا البنات. هانتوما شوفوا، غادي نقطع هذا الخيط. المهم غتجيني حزمه رقيقه بحال هكا، شوفوا هكا خاصها تكون رقيقه باش كدوز ليا بهذه الطريقه. غادي نديرها ثلاثه الخيوط حتى هذا، غادي نحزمو. البنات غادي نحزم حتى هذا، المهم الحزمه تكون رقيقه البنات باش ما يتقطع لكمش الخيط حيت يكون دايز هكا. وهذا حتى هو غادي نقطعه. هكا نرد هادو حدا بعضياتهم. راكم عارفين البنات السورجي الا كان هو حساس شويه، الا غير عوج الخيط غيتقطع. المهم هكا مزيان حتى نقادهم. غنجي لهاد البلاصه، قربي شويه لهنا، هانتو نشري الماكينه هكا. غنجي لهاد البلاصه، غادي نهز الصباط ديالي، نحيد هاد اللعيبه، نحيد الصباط. غادي ندور شويه هنايا باش نجبد هادو، نجبد الخيوط البنات ديال الماكينه هكا. هانتوما دابا هذا ديال هنا، هذا هو ديال الخيط، غادي نجبدو هكا بهاد الطريقه غير بشويه. شوفوا فين كيدوز هنايا، تبعي ليا الحزمه، تبعي ليا الحزمه ليلى. هنا هانتوما نحيد هكا، نجبد يعني هذا، غادي نجبدو شويه باش كيترخى ليه. ها نجبد هذا الميزان باش يترخى بهذا الشكل هكا، وغادي نجبد. هاني جبدت البنات الخيط الكحل، شفتوا؟ صافي، يعني ما مشى البيض، وغادي نجبد الكحل بهذه الطريقه. غادي ندوز هذا الخيوط الاخرين. هكا غنجبد هذا، هانتوما غنجبد هذا الوسطاني البنات. هانتوما شوفوا من هنا غيجي غير بشويه، بطريقه غير بشويه البنات، ما يتقطعش الخيط هكا. هاني جبدته، وغادي نجبد الخيط الاخر اللي بقى ليا. بقى ليا واحد الخيط، ها هو هذا، نجبدو حتى هو بشويه حيت نحس به يتعكس. غادي نحل الميزان ونجبدو. هانتوما البنات، ها هو تجبد ليا الخيط ديالي، وحنا ركبنا الخيوط ديالنا بثلاثه. دابا غادي نشوفو دابا واش نورمال. هانتوما نجربو دابا في واحد الطرف شوف، ونشوفو واش نورمال البنات هكا. هانتوما البنات صافي، يعني ركبت الخيط ديالي الكحل بهاد الطريقة. أسهل طريقة البنات باش تركبي الخيط هي تحزمي الخيوط مع بعضياتهم حزمة رقيقة، وتجري كل واحد بوحدو. هادشي اللي كاين في هاد الفيديو ديالنا البنات، شكرا لكم بزاف، السلام عليكم.